راح يكون لنا حديث مشاهدينا عن ابرز خمس مفاهيم مغلوطه وخاطئه حول الموضه للرجال مع مايا سركيس. حياك الله يا مايا من جديد. فخلينا نبتدي معك باول مفهوم خاطئ حول الموضه، ما هو؟ هلا الهاني اللي بدي احكي قبل ما نبلش في قواعد دائما نحن معودين دائما نتبعها بالستايلينج، يعني حتى اذا بنفوت على ويب سايت بدنا نشوف تيبس على ستايلينج بنلاقي كثير في اشياء لازم نتبعها. بس بعد بتعرف بعد يعني اذا بدنا نواكب العصر والموضه في اشياء تغيرت يعني عبر السنين وما بقى لازم كثير نعتمد او يعني فينا صار نغيرها ونكسر هالقواعد. رح بلش باول قاعده بالقواعد اللي لازم نضلنا عم نتبعها مثل هي البليزر، هاني حكينا قبل عن هالموضوع. اذا بدنا نطلع على البليزر مثلا دائما اخر زر لازم يكون مفتوح. فهيدي القاعده بعدها وبتبقى، ليش؟ لانه معمول البليزر كرمال تكون مفتوحه من هون، يعني ما تشد على الجسم. وكمان وقتها بنقعد بتكون مريحه، يعني ما بنتلبك فيها وبتشد على جسمنا. خلينا يعني نقول انه بالنسبه للبليزر او الجاكيت لازم يكون اذا كان ثلاث ازرار الاثنين يعني اللي فوق دائما اخر زر واحد لتحت مفتوح. حتى لو زرين او ثلاث ازرار او قد ما كان اخر زر، هاي القاعده دائما لازم نتبعها. ممتاز. من بعدها رح نحكي عن يا القميص او التي شيرت او شو ما كان التوب من فوق، اذا لازم نضل نحطها تحت البنطلون او فوق البنطلون. كثير في شباب يعني هن بلا ما يفكروا دغري بيلبسوا الشيرت بحطوها تحت البنطلون. هالقاعده مش دائما بتطبق. لانه مثلا اذا لابسين هاني مثل عم نشوف الدنم شيرت، الشيرت هيدي يعني سميكه صعب كثير نحطها تحت البانتس، سو رح تعمل فوليوم وما رح نقدر حتى نرتاح نحطها. فهي القاعده لازم دائما نتبعها انه اذا القماش سميكه ما بنحطها تحت البنطلون. ثالث رول رح انتقل عليها هي كيف نفصل البدله او اذا بدنا نشتري بدله. بتذكر هاني عملنا حلقه طويله عنها فتنا بالتفاصيل. صحيح. بس لنذكر انه تفصيل البدله ما بيختلف، يعني شو ما كانت الترند ما بيختلف، دائما لازم ننتبه الكتاف على قدنا، كيف انت جاكيتك هاني، طول الكم، كل هول القواعد ما بيتغيروا. من بعدها رح انتقل. يعني في ناس ممكن تغير لما تجي تفصل شيء؟ لا، بس في ناس يمكن بفكروا انه بلبسها اوفر سايز. لا، لازم دائما ننتبه انه في قواعد لتفصيل البدله لازم نمشي حسب. ممتاز. نروح للمغالطه رقم أربعة. هلا اللي بدي اقوله هاني كرمال الباج، دائما في كثير شباب مثلا بيكونوا رايحين على الشغل لابسين سوت بيقولوا لك أهين حط شنطه على ظهري بمشي فيها. هيدي القاعده ما لازم نطبقها، ليش؟ لانه اذا كثير حنحطها على الجاكيت رح مثل بصير في فريكشن، رح تحف على الجاكيت فرح تاذي القماشه، خاصه اذا لابسين سوت ومخيطينه ومرتبه. فيفضل دائما نحمل شنطه باليد. يعني ما يفضل انه الشنطه لا، لانه بتاذي قماشه الجاكيت. يعني نقول انه لانه في بليزر يعني في جاكيت، ولا لو لبس ثاني ممكن؟ هو لانه فورمال حيكون لابس سوت anyway. فهي هي القاعدة. نروح لرقم خمسة. رقم خمسة قصة غسيل الثياب. بتعرف هاني أنت يمكن أكثر واحد إنه السوت ما لازم نغسلهم كثير. يعني مش هاي مش قصة نظافة، هاي قصة إنه القماشة إذا تعرضت لكثير كيميكلز باللوندري وهيك رح تنتزع القماشة، فمش هيك يفضل نلبسها كذا لبسة أربعة خمسة ست مرات قبل ما نغسلها. نفس الشيء بينطبق على الجينز، لانه كمان اذا كثير غسلناه رح يروح منه اللون. ونقول انه غسيل البدل هو دائما نبعتها لوندري اكيد مش بالبيت كمان. مش بالبيت. وانه يسمونه غسيل يعني مش الغسيل التقليدي طبعا اللي هو على البخار او يسمونه دراي كلين. دراي كلين. او على الناشف. صح. هلا بننتقل للقواعد اللي صار فينا نغيرها، كنا قبل مفكرين انه هو لازم دائما نمشي عليهم، هلا لا صار فينا نكسرهم. رح بلش بالالوان هاني، انت ما بعرف اذا بتعرف بس دائما بيقولوا ما تحط كحله مع اسود. يعني هذه دائما تقال، ولكن مع انه هي احيانا تكون يعني فيها اكزاكتلي. فبدك تعرف كيف تنقي الالوان لتنسقهم مع بعض، يعني مثلا بتشوف بالتكسيد اللي عم تشوفها بنفس الجاكيت هي كحله بس الليبلز تبعها اسود، فصرنا بنخلط هاللونين مع بعض وبطل شيء انه غلط. حتى للبنات نفس القاعده. من بعدها رح انتقل للجوجرز او هن سوات بانس. نحن كنا دائما نقول انه سوات بانس يعني رايحه على الجيم. هيدي القاعده اكيد ما بقى عم تطبق. من ورا الاثلجر صرنا عم نشوف انه لا، هي حسب كيف نلبسها، اذا لبسناها مع تي شيرت وبليزر او مع جاكيت جلد ببطل ستايلها للجيم، فبتصير نقدر نظهر فيها. ممتاز. بعدين بنتقل
اوكي هون حانتقل لربطة العنق. هاني في وراك جاكيت جينز اذا فيك تشيلها. هذا شوف كيف نحن كنا دائما نقول انه لازم ربطة العنق يعني حتى بليزر فوقها. هاي الرول ما بقى تتطبق كثير لانه صار فينا نعملها ان كاجوال واي. نحط مثلا دائما اكيد شميز لنقدر نربطها، وفوقها فينا نحط يا بايكر جاكيت يا دانم جاكيت مثل ما عم نشوف بالصور. فهالقاعده ما بقى كثير لازم نتمسك فيها. ممتاز، يعني في كرييتيف ويز نعملها. وجميل صراحه كان نشوف الصور فيه، يعني حلو صراحه. ايه حلو الستايل وجديد. هلا اذا بنجي للبلت، كثير في شباب بعرفهم انه اذا ما حاطين بلت انه بصير ببنكو كيف بلا بلت. نعم. فهاني ما بقى البلت ضروري. الحزام. الحزام يعني اذا نحن عم نلبس حزام بهدف انه ما يوسع او يرخي البانت، في عنا البنطلون اللي بيجي اوريدي مثل ما عم نشوف بالصوره له هيدا البكل اللي هي فيك تشدها. نعم. وحكينا عنها قبل مثل الترناتيف لبديل. نعم. يعني ولكن هي هذه اشكاليتها غالبا ما تجي بالملابس الجاهزه، مش دائما يعني وقتها بدنا نخيط، يعني لازم توصيه من الخياط تقول له انه انا ما راح البس حزام فيقترح لك هذه الاقتراح. حتى بالكاجو واللوك يعني مش مضطرين نحط بلت. نعم، يعني انت بتشوفين انه لبس الحزام لازم منه بقى ضروري. بس بتعرف هاني نحن حكينا قبل انه اذا حدا كثير طويل مثل انت مثلا فيك تحط بلت لانه بخفف شوي من يعني بتقص شوي مثل شكل الجسم، فما بعود اذا واحد ما كثير بده يبين طويل. نعم. في هيدا القاعده تبع في مفاهيم ايضا خاطئه كمان تحبين بعد في كم وحده يعني بس بسرعه. الكلسات البيض يعني السوكس الشوارب. نعم. البيض. نعم. دائما كنا نقول انه لا ونو واي ما بتنلبس، صار فينا نلبسها بس اكيد مش معسوط، يعني يفضل نلبسها بطريقه كاجوال. نعم. بعدين حانتقل لقصه هيدي كثير مهمه النقطه هاني، لانه دائما كنا نحن معودين انه لازم البلت يكون الحزام يكون من لون الشوز. هالقاعده ما بقى بتطبق. نصيحة سريعة انه دائما اذا لبستين بني يعني ان كان البلت او الشوز فينا نلبق الوان مثلا بني فاتح بيج يعني من نفس العائلة. نعم. تبع الشوز او البلت. واخر ساعة. قاعدة هي انه كنا قبل نفكر انه ما لازم ندمج ذهب سوري سيلفر مع جولد. هالقاعدة ما بقى تتطبق. ما ضروري اذا الساعة سيلفر يكون البلت في بقلبه سيلفر، فينا نخلط الماتلز وخاصة اذا عم نلبسها بطريقة كاجوال. فهول هن الرولز. رائع والله، رائع هذه النصائح والمفاهيم الخاطئة لانه حلو تتغير مع الوقت. ابديت ويعني نتعرف على الجديد وكيف انه الانسان قادر يحافظ على أناقة ويكون مواكب للأشياء الجديدة. صح. شكرا جزيلا. شكرا هاني. لك ألف عافية. Thank you.